تعالوا من درجات الحرارة زي ما تعودنا كده بقى نروح للكاميرا اللطيفة بتاعتنا الحلوة، الدرون كاميرا، الكاميرا الطائرة اللي بنشوف فيها كده المحاور المختلفة والحالة المرورية ومشاهد متنوعة. هنروح للشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، أو تحديدا الشيخ زايد دلوقتي. احنا تحديدا ده طريق المحور من عند الهايبر ماركت طبعا المعروف هناك، وده الطريق اللي على الجانبين طبعا مدخل مدينة الشيخ زايد. وزي ما احنا شايفين الدنيا حتى الان في سيوله مروريه، ما فيش اي اختناقات او اي توقف في حاله المرور، الدنيا ماشيه كويس زي ما اتعودنا في الوقت ده، بيبقى حاله المرور لطيفه والشيخ زايد كمان في الوقت ده اعتقد بتبقى ما فيش اي نوع من الكثافات، لكن هي بعد ساعه بقى بالظبط المحور. ايوه نزلت المحور بدل بعد ساعه بقى المحور عصيبه قوي بالظبط. لكن الجو واضح كمان ان دلوقتي بقت الرؤيه افضل من واحنا جايين. احنا جايين يا محمد كانت الدنيا يعني كانت صعبه شويه، لكن دلوقتي الرؤيه بدات تبقى افضل كتير يعني، والحمد لله شويه المطر الصغيرين اللي احنا شفناهم واحنا جايين اسماء غسلوا شويه ما بوظوش الدنيا يعني. الدنيا انت عارفه احنا بنغرق في شبر ميه ساعات لا بس بس الطرق كويسه، هو كمان كانت الكميه قليله قوي يعني يا دوبك كده. احنا عايزين بس نقول حاجه مهمه جدا كمان واحنا بنشوف الشيخ زايد النهارده، يعني الابناء واهالي الشيخ زايد يتابعونا، لان معانا لقاء هيكون لقاء خاص مع المهندس جمال، هيكون معانا المهندس جمال طلعت اللي هو رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، هيكون معانا في فقرة، فأي حد عنده استفسارات، عنده في أي مشاكل يلحقوا ابعتولنا على صفحتنا بقى. على صفحتنا على الفيسبوك صباح اون، واحنا هنحاول ان شاء الله مع المهندس جمال طلعت ان انا اتواصل نرد على كل استفساراتكم، سواء بقى ابعتولنا او حتى كلمونا وزملائنا هياخدوا كل الشكاوى علشان تبقى معانا ونقدر نجيب اجابتها.